طموحهم كبير وثلاثتهم عندهم أمل الليلة يكملوا مشوار ستار أكاديمي. لكن أنتم مشاهدين اخترتوا واحد منهم. الكل بينه وبين حاله بيتمنى يرجع وبيتأمل يكون تصويت الجمهور لصالحه. شانتال، محمد سعد وحنان مش حابين انه تجربة ستار اكاديمي تخلص الليلة. لكن مثل كل شيء بهالدنيا في نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. ثلاثتهم بيستاهلوا يبقوا، ثلاثتهم كلنا بنحبهم. فمين منهم نال أعلى نسبة تصويت؟ لمين قال الجمهور لازم تبقى بالأكاديمية وتكمل مشوارك؟ لمين أعطى الجمهور الثقة مرة جديدة ليتابع حلمه؟ شانتال جديدة على هالوقفة، محمد سعد وحنان اختبروا هالوقفة من قبل وعرفوا شو قيمة الخوف بهاللحظات. بقية الطلاب ما عم بيعيشوا يلي عم بيعيشوه، بس أكيد عم بيتمنوا إنه ما يخسروكن الليلة. مين برأيكم رح يخلص الجمهور؟ الجمهور أعطى رأيه وحسم النتيجة. مين برأيكم حصل على أعلى نسبة من التصويت؟ شانتال من لبنان أو محمد سعد من مصر أو حنان من المغرب؟ أعلى نسبة نيلة أو نيلتا. عم تطلع النتيجة على الشاشة. ألف مبروك لحنان من المغرب يلي بترجع بتصويت الجمهور بنسبة كتير عالية. حنان إذن مشاهدينا بتكمل، بتطمن بالها أول شيء وبتكمل مشوارها تاني شيء بالأكاديمية. بيبقى معنا شانتال ومحمد سعد. مين رح يخلصوا الطلاب من بيناتهم؟ شانتال ومحمد سعد. رح نبدا بالتصويت مع سهيلة. تفضلي سهيلة. محمد سعد انت اخذت فرصة من قبل فشانتال. اول نجمة بتروح لشانتال. مابل شانتي. نجمتين لشانتال. تفضل علي. شانتال. ثلاث نجوم لشانتال. هايدي. محمد سعد. نجمة لمحمد سعد. ثلاث نجوم لشانتال. نسيم. محمد سعد عديد فرصة بل شانتال. أربع نجوم إذن لشانتال. دينا. شانتي حبيبتي بس محمد سعد ابن بلدي. أربع نجوم لشانتال ونجمتين لمحمد سعد. محمد عباس. بتعرفي أكيد شانتال بس سعد. ثلاث نجوم لمحمد سعد، أربع نجوم لشانتال. تفضل أنيس. شانتال. خمس نجوم لشانتال. إيهاب. شانتال. ست نجوم لشانتال، ثلاث نجوم لمحمد سعد. مروان. محمد سعد. شانتال. سبع نجوم لشانتال ورافائيل. شانتال. مشاهدينا مع هالنتيجة بدي أقول ألف مبروك لشانتال ومنودع محمد سعد الليلي من مصر. بيبقى مشاهدينا إنه تكونوا قضيتوا معنا أوقات حلوة. ما تنسوا تدعموا المشتركين المفضلين عندكم ليفوزوا باللقب وبجائزة $100,000 تقدمة تويوتا إيجيبت. أنا بلاقيكم بكرة بيوميات ستار أكاديمي. Good night.